السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع جديد لربح عملة ريبل. العملة دي موجودة يا شباب على البير أهي. أدي شكل العملة يا شباب، هتلاقوها هي نفس العملة أهي. تمام، تقدروا تسحبوا على البير يعني من الموقع دوت. ده شكل الموقع يا شباب من الخارج. الموقع ده يشبه للثلاث مواقع اللي احنا شرحناهم، الاثيريوم والليت كوين والعمله الثالثه ديت. طريقه تسجيل يا شباب من هنا، الاسم، الايميل، الباسورد، عاده الباسورد. بعد كده بتحل الكباتشه وتعمل تسجيل كده، بقى لك حساب في الموقع. للدخول بندوس لودنج، بعد كده الاسم والباسورد ونحل الكباتشه. وبنعمل دخول. ده شكل الموقع يا شباب من الداخل. كل يوم الوقت اللي انت دخلت فيه هتخش على الخانة دهيت وهتدوس هنا بس. ده الشغل على الموقع. كل يوم هحدد لك اليوم والتاريخ اللي هتقدر تخش فيه وتاخد فيه المكافأة ديت. لو دخلنا كده على الحساب بتاعنا من تاني يا شباب هنلاقي الرصيد اهو، حسبه لنا اهو. تمام، يبقى احنا كده عندنا عرفنا من هنا اول حاجه لوحه القياده اللي احنا عليها ديت. بعد كده من هنا جعل ايداع. لو انت عايز تعمل ايداع في الموقع وتشتري خطه بتحط هنا المبلغ، اقل مبلغ في الموقع اللي هو قدامنا دوت 100 مليون. بعد كده بتعمل ايداع. بعد كده بتنزل الخانه اللي تحت ديت لو انت عايز تشتري، لا هنا المكافاه. بعد المكافاه من هنا لو تقدر تشتري الخطه دي، كلها خطط موجوده في الموقع. اقل خطه بالمبلغ اللي محددوه لك في الايداع، اول خطه ب10، تاني خطة، لا أول خطة بتحط هنا المبلغ وتعمل شراء، وتاني خطة أول خطة ب10، تاني خطة ب100، التالتة ب250، الرابعة ب500، لحد يا شباب 500,000 أو 5,000، 2,500، بعد كده 5,000. تمام يا شباب. بعد كده بتيجي من هنا السحب. أول ما بتوصل للحد الأدنى للسحب بتحط عنوان المحفظة بتاعتك، وهنا بتعين كود، بتحط هنا المبلغ وبتعمل طلب سحب. هنا بتحط عنوان المحفظة، بتخش على الإعدادات وتحطه. وبعد كده يا شباب من هنا رابط الإحالة بتاعك الليبرال أهو، بيديك 15%. بعد كده الإعدادات، لو عايز تغير أي حاجة في الإعدادات. بعد كده يا شباب من هنا الفيديوز أو الشرح بالفيديو. بس يا شباب دي كده كل حاجة عن موقع النهاردة. وبكده بتخشوا على الإعدادات يا شباب وتحطوا هنا عنوان المحفظة، أي محفظة أنتوا عايزينها، لو هحطوا البيير ينفع. بعد كده بتعمل حفظ. بعد كده خلاص يا شباب دي كل حاجة عن الموقع. بكده أكون انتهيت من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.